السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. صنعاء تدعو دول الخليج إلى هذه الخطوة وإلى التفاصيل. أعلنت سلطة صنعاء اليوم الثلاثاء موقفها من إهداء دولة الكويت 3 طائرات ومحركين لشركة الخطوط اليمنية اليمنية، داعية دول الخليج إلى دعم التنمية في اليمن. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي في تدوينة له على إكس: إهداء طائرات نقل من الكويت خطوة في الاتجاه الصحيح، مضيفا: نتمنى من بقية الدول الثرية الخليجية الاتجاه لدعم التنمية اليمنية وتقديم مشاريع خدمية بدلا من التدمير والحصار والدعم العسكري وبناء الميليشيات الجهوية والمذهبية التي ترى أن إيمانها لا يتم إلا بطاعة الملوك والأمراء على حساب الشعب. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.